السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الصورة من خلال ال CSS. تمام، احنا لما نيجي نضيف صورة في ال HTML باجي هنا واقول له image زي اللي فوق كده، بقول له image img، وبعد كده اقول له source واقول له يساوي، وابدأ اديله المسار بتاع الصورة. تمام، يبدأ هو يدور عليها. ممكن مثلا تكون على الانترنت فاخد الرابط كله وراح حاطه، ممكن يكون محتاج حاجة مثلا ان هو موجود في قلب الفولدر وهكذا. وده الويدث وده الهايت بتاعي، دي الصوره ديت اللي ظهر بالشكل ده. طيب لو انا عايز نخلي ال CSS عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا هقول له ان في ملف خارجي هبدا استدعيه، في ملف، فهقول له لينك، وبعد كده هقول له rel بتساوي ستايل شيت شيت، وبعد كده هقول له اتش ار اي اف اف هتساوي، واديله اسم الملف اللي هو بتاع السي اي اس. يعني ممكن اقول له مثلا دوت 1.css، خلاص هو هيدور على الملف اللي هو 1.css ويبدأ يسحب الصور اللي موجودة جواه. طيب هل في طريقة تانية؟ اه في طريقة تانية، اجي هنا ديت الغيها خالص وهقول له في قلب الهيد، هقول له انا عندي هنا ستايل والستايل ده تايب تكست دوت سي اس اس. طيب لازم اقفل اي حاجة فتحتها الستايل، هقول له ستايل بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى هقول له انا عايز اعمل حاجة في قلب البادي، وافتح القوسين بالشكل دوت، وابدأ اعرف مثلا ان انا عايز اغير الباك جراوند كولر، باك جراوند كولر تمام. ممكن تبدأ تديله لون معين، او عايزين نغير الصورة يعني ممكن تديله لون كده خلاص كده هيقبل هو منك اللون، او ممكن اقول له image بالشكل دوت، وبعد كده هقول له url، وابدأ افتح القوسين واحط اسم الصورة. تعال نجيب اسم الصورة اللي هو موجود هنا لوجو، ده اسم الملف اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نسيف ونشوف هيتعمل ازاي. الصورة هي جت بالشكل دوت، هي صورة كبيرة شوية. تمام، طيب هو بيكررها زي ما انت شايف. ممكن نقول له احنا عايزين نو ريبيت، انا مش عايزك تكررها، هقول له نو وشرطة واقول له ريبيت، يعني مكررليش الصورة ديت. وهاجي الغي كلمة image تبقى باك جراوند بتساوي كذا، واقول له كنترول اس فيبدأ يجيب الصورة. هل كررها ولا لا؟ لا مكررهاش. طيب انا عايز اغير الصورة دي عشان يبقى موضوع التكرار وعدم التكرار، فهاجي هنا اقول له افتحوا لي على برنامج الرسام البنت البسيط دوت، وهاجي هنا اقول له ريسايز واقول له خلي ده مثلا 13 فيظهر صغير كده، اسيف، وهاجي هنا سيف. طيب هتظهر معايا بالشكل ده. المرة اللي فاتت لما كنا عاملين شرطة ايمج ما كناش كاتبين نو ريبيت ديت. تمام، خلينا سيف. كان بص مكررة ازاي بالشكل ده. طيب لو انا عايز اخليه في الاكس او في الواي بس، هقول له ايه؟ هقول له ريبيت واي واقول له كنترول اس، بس الغي كلمة ايمج ديت بالشكل ده. طب بدل الواي دي خليها اكس واقول له كنترول اس، هيبدأ يكررها لي في الاكس.